يبدو أن هناك غارة على الضاحية الجنوبية الآن، هذه الصور مباشرة من هناك، غارة جديدة إذن على الضاحية الجنوبية. وسننتقل مباشرة إلى محيط الضاحية والنافذة اليومية من بيروت مع الزميلة غنوة إبراهيم، وسنتابع معك هذه التطورات إذن الميدانية والسياسية. تفضلي. شكرا لك ليلى. بالفعل تتجدد الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تحذيرات طالت مناطق حارة حريك وأيضا مناطق أخرى. هذه الغارة التي نشاهدها الآن على الهواء هي في حارة حريك إذن، وكنا تابعنا خلال هذا اليوم في ساعات الصباح الأولى تجدد للغارات، والآن نحن إذن أمام قصف جديد يطال الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن غادر أموس هوكستين بالأمس إلى إسرائيل، ويعود هذا المشهد المتوتر المربك في الضاحية الجنوبية لبيروت. بطبيعة الحال هذه الغارات ليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنما تجددت في محيط مدينة صور وأيضا في محيط المحور في القطاع الغربي.